صدور فراخ، زبده، ملح وفلفل، اوريجانو. الناس كلها سالتني في الحلقه بتاعه البهارات يعني ايه اوريجانو او ايه هو الاوريجانو. الاوريجانو هو الزعتر البري، لو ما لقيناهوش بنستخدم زعتر عادي. بصل مفروم، طماطم مجففه مفرومه، مرق الدجاج او ميه سخنه، كريمه، جبنه بارميجان مبشوره، ممكن تستخدموا موتزاريلا في الوصفه دي او تشيدر او فلامنك او جوده. كمان في الوصفه دي تقدروا تستخدموا الجبنه المدخنه، بتبقى حلوه قوي مع الوصفه دي برضو. كله ده من عند الجبن في اي سوبر ماركت. وسبانخ بقى بما اننا الشتاء دخل، ومكرونه سباجيتي، اي مكرونه، اي رز براحتكم. طبعا انا سخنت الوك كويس قوي، هنزل الزبده، بسم الله، هنزل البصل المفروم، هنزل ملح، فلفل اسود، نقلب، نقلب بقى الفراخ. هنا ريحتها يا جماعه مهما انا اقول لكم روعه، حلوه فعلا. هوسع لنفسي وانزل السبانخ اللي مغلبانه من الساعه 8 الصبح دي. السبانخ يعني اخدت اكبر من حجمها النهارده اهو، سبانخ مفرومه متقطعه. وانزل كمان الطماطم المجففه، انزل عليهم بشويه كريمه، انزل عليهم بشويه مرقه او ميه سخنه قليلين جدا جدا جدا. بفضل في الوصفه دي تستخدموا كريمه نباتي علشان الحديد اللي في السبانخ. واخد شويه جبنه بقى، شويه جبنه برضو، ممكن تستغنوا عن الجبنه علشان الحديد اللي في السبانخ، ممكن نستغنى عنها. شويه مرقه صغيرين قوي قوي هنا،